خيالك تكون فالفاد من واه. ان شاء الله فامي صباح الخير، كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كتشوفوا هذا الفيديو هذا بالصباح، نتمنى الصباح يكون داز عندكم بخير، ولا كتشوفوا هذا الفيديو هذا بالعشيه، نتمنى النهار كامل يكون داز عندكم بخير. قررت في هذا الصباح هذا انا وخويا جمال، ها هويا، تحيه لخويا جمال. خويا جمال ديجا صورت انا وياه واحد الفلوق ديال كوبينغ ديال قلميم. هذا الفلوق هذا اللي ما تفرجش فيه راه غتلقاوه عندي في الديسكريبشن، وبالنسبه للقناه ديال جمال حتى هي غتلقاوها في الديسكريبشن. دخلوه وهجموا عليها الخوت حيت الدري حتى هو يستاهل. مرحبا بكم عنده في القناه، حيت الصراحه دري اللي يستاهل. وفاش كتلقى شي فلوغرز بحالك اللي كتقاتل اللي كيتا هو كيتقاتل، حتى انت كتقاتل وكتتهم انت وياه، يا امو هذيك الساعه راه كتعيش انت وياه العالم ديال لي فلوغرز. المهم الخوت فهاد الصباح هذا قررت انا وخويا جمال باش نجو لواحد الكوبينغ اللي دار الافتتاح ديالو، بغيتي كاع نقزو اللي دار الافتتاح ديالو والبارح يمكن ولا البارح ياك تقريبا، والبارح هي داروا الافتتاح ديالو. قررت باش نجو ليه انا وخويا جمال ونبارطاجيه معكم، علاش لا، حيت اي حاجه جديده اي حاجه جديده كدار في مدينه ديال قلميم ولا اي حاجه كتبان راه كنبارطاجيها مع لي فان كاملهم والاخوان كاملهم باش يعرفوا بهذه المعلومه هذه. المهم الخوت نوصلوا تما وغنبارطاجي معكم الخوت كلشي. سي كاين جمال بقى فيا الله يلا لقيتي فيا اخويا جمال بالله الله يلا مالنا حنا بعدا الخوت. تصوروا معايا راه الله يتضربنا على رجلينا من القوس من الرومبا اللي فيها المطار الدولي ديال قلميم. رجينا من المطار الدولي ديال قلميم حتى لهنايا وما كاينش اللي بغى يوقف لينا. باش نجيو نصوروا لكم باش نجيو نبارطاجي انا وخويا جمال هذا الصباح. صح الله يسهل المعاناه، صح هادشي كيتعوض كيتعوض المعاناه لا فامي، الله يسهل المعاناه بالله. وجيبوا لنا شي واحد يهزنا يوصلنا. كتعاود الهضره. ما بغاش نديروا ليه اصلا، حنا راه قربنا شو راه هو ما عرفش كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم. مع الضو واحد شويه دابا بان راه هو دابا يجي ان شاء الله شي واحد. تشوفوا هذا السيد هذا الخوت ما بغاوش حنوا علينا ما بغاوش الخوت، ولكن والو غادي نمشوا على رجلينا الخوت، ابقى والو راه هو. المهم الخوت الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير بعد ما ضربنا تمارة. الصراحه راه ضربت بزاف عندي، باش تضرب جوج كيلومتر على رجليك كدير اوتوستوب ما كاين اللي بغى يوقف لينا. واخيرا الحمد لله وصلنا لهاد فضاء حمامه ولا قريه سياحيه لفضاء حمامه. صراحه واحد المتنفس صراحه اللي زوين، وكاين في الخرجه ديال قلميم حوالي بجوج كيلومتر، وجيت باش نبارطاجيه معكم. وضروري اي حاجه هنا اللي كتبان ليا غادي نوريها لكم باش نخفف عليكم ولو شويه من المعلومات، يعني باش نبارطاجي معكم وتكونوا عارفين بعض المعلومات على هذه المنطقه، باش حتى الا جيتي ليها تعرف عليها بزاف ديال الحوايج باش تكون انا مسهل عليك الماموريه. المهم اول حاجه ملي كتدخل الخوت هانتوما شفتوا الفضاء كيفاش داير. الصراحه ضروري غندير هنا واحد السينيماتيك باش تشوفوا هنا الاجواء كيفاش داير. ولكن اول حاجه ملي كتدخل شنو كتلقى واحد البلاكه. هذيك البلاكه شنو فيها؟ فيها ملعب كره القدم، ملعب التنس، ركوب الخيل، العاب اطفال، مسابح نساء ورجال، حديقه الطيور، مجزره. المهم هادشي اللي كاين لا فامي. البلاكه هذه كتكون هي الاولى الصراحه باش تعرف فين بغيتي تمشي ولا فين بغيتي تجي. المهم الخوت دابا غنمشيو لقدام. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. Okay, vloggy. الله يلا الشمس بالله. مسكين جمال قام يجيب كاسكيطة. مسكين جمال ما جابش كاسكيطة. المهم الخوت الصراحة تيران واعر الله يتواعر تيران ملعب الله يتواعر بالله. شوفوا كيفاش داير. شوف الملعب كيفاش داير الخوت. ما واش تبان لكم شي حاجة ولا تبان لكم مع الشمس صراحة ملعب زوين. وراه ماشي غير ملعب واحد، راه كاين حتى الثاني، ها الأول وها الثاني هنا شفتوه، يعني جوج ملاعب تبارك الله. ودري ليهم الضو ودري ليهم شحال من حاجه. المهم وهنا خوت بالنسبه لهنايا راه كاين العاب الاطفال، ها نتومايا شي حاجه اللي ناضيه شي حاجه اللي زوينه، ها نتوما شي حاجه اللي بروفيسيونيل. شوفوا الخوت لقيت لقيت واحد الحاجه بحال دوك اللي كاينه في الاقزام، الاقزام والسبعه. شوفوا الخوت، شوفوا واحد المدخان، واحد المدخنة الخوت كيفاش دايره، فيها شي حوايج ديال المعلمية ديال الخدامة. شتو كيفاش دايره الخوت، نوريها لكم من هنايا. شتو والله المدخنة زوينة الصراحة، السيل ديالها زوين، الديكور ديالها زويون. والله ما عرف بعدا مدخنة هذيك ديال السنافر، مدخنة السنافر. والله زوينة هادي. والله الله يخلينا ديما ضاحكين اخويا، وحنا راه جايين نضحكوا وجايين نبارطاجيو مع الاخوان. المهم كما قلت لكم الخوت، هنايا كاين ملعب التنس، لهنا كاينين جوج ملاعب ديال كرة القدم، وهنا كاين ملاعب ديال الاطفال الخوت، يعني اربعة ديال الحوايج هنا. واللي هي الفوق الخوت ورا هذا السور هذا راه كاينه حديقة ديال الحيوانات. ضروري غادي نمشيو، ضروري غادي نمشيو ونشوفوهم الا بغي يخلونا ندخلوا باش نبارطاج معكم ولو غير شويه من داكشي اللي كاين تما، ولكن الله الله يخلونا ندخلوا. المهم الخوت دخلنا دابا لهاد البلاصه هادي الصراحه ديال الدري الصغار، شي حاجه اللي واعره الخوت. واحد الالعاب هنايا الصراحه شي حاجه اللي واعره. شي واحد الدخله كي دايره الصراحه شي حاجه الخوت هنا اللي واعره. وكيف ما قلت لكم الصراحه اي بلاصه ولا اي حاجه هنايا في هاد الواحد ديال الحمامه ولا هاد المتنفس هذا ديال الحمامه صراحه فيه شي حاجه اللي واعره. وكن كنقول لكم باش تجو ضربوا فيه دويره هنا، حيت ما غاديش تندموا، حيت فيه بزاف ديال البلايص هنا اللي واعرين بحال المتنفس ديال الاطفال، ولا بغيتي تجي وتقصر مع راسك كره، ولا بغيتي تلعب التنس، ولا صراحه فيه بزاف بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش ضروري تجي وضرب الدويره هنايا. كيف ما قلت لكم راه بعيد على قلمي بحوالي بجوج كيلومتر، شتونا راه ضربناها غير على رجلينا اوتوستوب. المهم ما كاينش اللي بغي يهزنا هنايا، ولكن ضروري بكم نتوما ان شاء الله غنبارطاجي معكم اي حاجه اللي كتكون جديده في المدينه ديال قلميم ولا برا على قلميم، ضروري كنبارطاجيها مع الاخوان كاملهم. المهم الخوت بعد ما بارطاجيت معكم هاد البلاصه هادي، غنبارطاجي معكم الصراحه واحد البلاصه اخرى اللي فيها العاب صراحه اللي واعرين والعاب بروفيسيونيل كيفما كتشوفوا معايا، العاب اللي زوينين زوينين بزاف. وبالنسبه لكل لعبه هنا والبخي ديالها، اللعبه كاينه ديال 5 درهم وكاينه ديال 10 درهم، وكاين الاثمنه راه دايرينهم لكم تمايا. بحال دابا هاد الالعاب هادو ديال الماطور ديال سباق السيارات دايرين 10 درهم. وبالنسبه لحال هاد الالعاب هادو ها نتوما هاد اللعبه هادي اللي كتشعلو الضو في السطور عليهم، هادي دايره 5 درهم.
كاين عتاني اللعبه هذه اللي كيخرج هذا كيبقى يخرج هذا ويزيد عليه صراحه العاب اللي زوينين زوينين بزاف انتما كما كتشوفوا معايا على واحد الديكور صراحه اللي واعر والديكور كاع الواعر هي بالنسبه للعبه خلص كل واحد 5 درهم هذا 5 درهم 5 درهم يعني 10 درهم كتعلم انت وصاحبك الخوت حاجه اللي واعره شي حاجه اللي بروفيسيونيل غندوزو دابا من بعد ما بارطاجيت معكم هاد البلايص هادو اللي فيهم سباق السيارات وسباق الماطور والتنس وداكشي المهم كاين عتاني العاب هنايا ديال الباسكت الصراحه باسكت واعر باسكت وكتلوح هادي الله يا الخوت وار ليا المهم وهنا كذلك ديال الدراري الصغار هانتوما الدراري الصغار وهنا عتاني ديال الدراري الصغار وهنا كاينين بعض السيارات اللي كتدخلهم لداخل هنايا وبالنسبه خوتي لهاد البلاصه هادي بشحال كتدخل ليها كتدخل ليها ب 20 درهم لمده 40 دقيقه هنايا الثمن يختلف ما بين 10 دراهم وما بين 5 دراهم كيف ما قلت لكم كل لعبه هنايا والثمن ديالها شوف تبارك الله صاحبي واحد اللوحه فنيه صح شوف سبحان الله شوف سبحان الله صافي الريش ديالو والله صافي هاتي يا صاحبي راه كان فاتح الريش ديالو وصاحبي هاتي واحد اللوحه فنيه شتي فاتح شوف واش كيبان لكم المهم الخوت للاسف هذاك السيد اللي طلبنا منه الاذن باش يخلينا نصوروا الحديقه ديال الحيوانات غادي تشوفوا واحد اللقطه فاش كنت كنصور داك طائر طاووس صافي هو منشي صنع لهذاك اللي خدام هنايا ويقول لها ودي تما بلا ما يصوروه يصوروا غير التيرانات ويصوروا غير المقاهي ولكن هذه البلاصه هذه ما تصورش علاش حيت باقي الخوت ما تصاوبتش حيت تما في غادي دار المسبح وحديقه ديال الحيوانات تما في كاينه بالنسبه للحيوانات اللي كاينين تما راه شفتهم كاين طائر الطاووس وطائر الحمام وكاينين الدجاج الخوت وكاين الاحصينه كاينين الاحصينه الخوت وكاين الابقار وكاين طائر اللي كيقولوا ليه الحجل راه كاين الخوت حتى هوايه الارانب كاين بزاف ديال الحيوانات الخوت ولكن للاسف الخوت ما خلوناش نصوروهم حيت باقي ما تصوبت هذيك البلاصه المهم الخوت بعد ما بارطاجيت معكم هاد اللوحه هادي اللي صغيره ديال الحمامه ولا قريه سياحيه صغيره ديال حمامه بارطاجيت معكم البلايص اللي فيها كيف ما كتلاحظوا ورا ظهري كاين الملاعب كاين جوج ملاعب وكاين ملعب ديال التنس وكاين الملاعب ديال الاطفال كيف ما شفتوا في الفيديو يعني كاين بلايص ديال الالعاب وكاينين بلايص اخرين اللي بامكان الاطفال حتى هما يخلصوا عليهم باش يدوزوا واحد الوقيته اللي تكون زوينه بالنسبه اخوتي لهاد البلاصه هادي ديال هاد الحديقه هادي اللي كاينه هنايا للاسف ما خلاوناش ندخلوا ليها ما عرف حيت اصلا مازال ما فيهاش الاصلاحات داكشي علاش بارطاجينا معكم غير هنايا كنا ضامنين باننا غادي ندخلوا ونبارطاجيو معكم كلشي ولكن للاسف الخوت قال لك هاد البلاصه هادي حيت مازال فيها الاصلاحات كنتمنى الفيديو الخوت يكون نال الاعجاب ديالكم ونتمنى تزوروا هاد المنطقه هادي ولا هاد البلاصه هادي ديال متنزه حمامه اللي كاين في الخرجه ديال الكلميم الصراحه واحد متنفس زوين واي حاجه الحمد لله اللي جديده في المدينه ديال الكلميم ولا برا عليها راه كنبارطاجيها مع الاخوان كاملهم تحيه لكم الخوت ما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش تكتبوا لي كومونتير زوين شي بلاصه ما عرفتوهاش ولا شي بلاصه بغيتوني نمشيو ليها كتبوها لي في لي كومونتير وضروري خلوا لي كومونتير بالشفه ديالكم بالدعوه ديالكم ان شاء الله باش حيت الصراحه راه كنتقاتل راه شتوني راه مهرس ومع ذلك جيت نبارطاجي والو فيك فيك المهم الخوت كان معكم صلاح فلو فيتنس فلوق جاي ولا فيديو جاي ان شاء الله بيس ليكم كاملين